السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. وصفة اليوم لخبز بالزيتون، يجي خفيف كيلقطن احسن من اللي يتباع. جربوه بهذه الطريقة، يجي رائع. انا عملت كمية كبيرة، لكن اللي عائلته صغيرة او يحب يجرب يعمل نصف الكمية او يعمل بكأس يكون صغير. نخليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة. بسم الله وعلى نبينا صلينا. نبدأ في الاول نعمل الخميرة تتفاعل مع الماء. نعمل كأسين من الماء، كأسين من الحليب. ماء الحليب يكون دافيا. نضيف ملعقة كبيرة من خميرة فورية وملعقة صغيرة من السكر. نحرك كل شيء. ممكن تعجنوا عادي باليد، غير ينطم العجين، ما زدلكوهاش، غير ينطم العجين تحبسوا. خليها تتفاعل. تفاعلت الآن الخميرة، نضيف ربع كأس من الزيت، الكأس اللي بديت به. طب ونضيف 6 كؤوس فرينة، هكذا يكون ممسوحين مرة واحدة، ومن بعد نعاود نشوف شحال نزيد. وهذا السادس، مع ملعقة صغيرة مملوءة من الملح. نبدأ الآن نعجن فيها، خلي فيها حوالي 10 كؤوس ونصف من الفرينة. ممكن إذا جاتكم الكمية كبيرة قسموا المقادير، يعني كأس حليب، كأس ماء، ملعقة غير مملوءة خميرة كيميائية، 5 كؤوس فرينة، ملعقتين زيت. نغطيوها ونخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها. خليها ساعة كاملة. الآن نقسمها إلى كرات تكون متساوية وصغيرة. كرات نعاود نزيد نحلهم أو نقرصهم. مرت عليهم حوالي نصف ساعة، اختامروا الخبيزات. إذا كان الحار سخون ربع ساعة تكفي. ندهنهم بحبة بيض مخلوطة مع الخل، ونزينهم بالزيت، ونرش عليهم شوية سانوس وشوية ججلان. ندخلهم للفرن ساخن على 180 درجة، أي نار تكون متوسطة من فوق ومن تحت. لازم تعملهم نار قليلة متوسطة إلى قليلة من فوق، هيدا باش ما يقعدش قلبهم مخضر. ديتهم حوالي 20 دقيقة في الفرن وخرجتهم. الوصفة تعطينا كمية كثيرة وتجي خفيف كي القطن. جربوها وخليوا لي تعليق. تعاليقكم تشجعني وتحفزني، واللي دخل أول مرة وعجبته الوصفة يعمل لي اشتراك، وعملوا لايك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوها مع الأصدقاء والأحباب. درتم في رعاية الله وحفظه.